متابعي منصة أبو كبير ميديا، أهلا بيكو في لايف جديد. النهاردة معانا اختراع ومخترع عظيم، أو ابتكر اختراع بجد عجبنا كلنا. أنا عايزة أعرفكوا بيه أول. يعني فارس 13 سنة، فارس شيف 15 سنة العمر كله. فارس يعني بيشوف أو بيلاحظ الأيام دي أو الأيام اللي احنا فيها اللي كتير بيحصل حوادث على الطريق، فهو بسنه يعني فكر ليه احنا ما نعملش حاجة تمنع الحوادث دي. فدي لحد ذاتها اللي هو يفكر انه يحل مشكلة ويبقى فعلا ايجابي، فدي حاجة عظيمة. اهلا بيك يا فارس، أهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. فارس انا عايزة في البداية تقول لي ايه اللي خلاك تفكر ان انت تعمل حاجة تمنع بيها الحوادث؟ من حوادث زي ده كتير بيبقى سببها الكحول والمخدرات، فأنا فكرت إن نعمل حاجة تقلل من حوادث بسبب الكحول والمخدرات. عملت بروجكت سمارت كار، اللي هو بيبقى فيه سنسور بيتحط في العربيات اللي بيكتشف كحول المخدرات، لو اكتشف كحول المخدرات عند السائق المحرك بيقف خالص. حلو جدا فارس. في البداية خالص يعني عشان ننفذ الفكرة دي اخدت منك وقت قد ايه؟ التفكير قد ايه؟ يعني فكرت ونفذت على طول ولا اخد التفكير كتير منك؟ 8 شهور 8 شهور، وقت عظيم. في الثمان شهور ده كنت بتعمل ايه عشان يساعدك اللي انت بجد تنفذ الفكرة وتطلع؟ قعدت اشوف الاجهزه ايه ودرست كتير قبل ما اعملها عشان ما اغلطش في حاجه وكده. شفت يعني بالبحث بتاعك شفت اللي حد عملها قبل كده الفكرة دي؟ لا دي أول مرة تحصل. أنت دخلت بيها رواد 2030، 30 اي دمياط أخدت المركز الأول، او اي اخد المركز اول الجمهوريه، بعدها اسكندريه، بعدها القاهره. طب تيجي بقى نبص على الجهاز مع بعض وتشرح لنا يا فارس إزاي بيقدر، اللي هو يعني لو دي أنت عامل دي العربية. دي عربية منظر، أه ودي هو سنسور تشوف كحول المخدرات، دي شاشة تبين النسبة يعني الكحول اللي كمان كام في أنت المية، عامل له نسبة معينة. لو الكحول اللي بيبقى كام في المية، وده الأساس اللي هو محرك السيارة، وده الباور بانك اللي بيشتغل بيه، وده البازر بتاع الصوت. طب خلينا نتكلم عن النسبة شوية، ليه عملنا نسبة معينة للكحول؟ يعني ما ممكن حد مثلا أقل من كام، أكتر من كام يرن أو يظمر؟ ان نسبة اكتر اقل من 10% مش بيبقى مؤثر على السائق فيقدر يسوق عادي، انما يعني لو هو شارب 10% بس مش هيقول حاجة؟ مش عادي بس هيسوق عادي. قولي بقى يا فارس ليه النسبة دي بالذات؟ ليه 10%؟ عشان 10% عشان اللي بيبقوا في ادوية الجدوى وممكن يبقى حاضر فيهم، فبيبقى الكحول فيه قليل اقل من 10%، عشان كده في 10% عشان لو هو حاطط بيرفيوم ما يظهرش وكده. طيب لو هنتكلم عن الجهاز هيتركب، فين؟ يعني هيبقى قدام السواق ولا هيبقى اجهزه التحكم في السيارة؟ أجهزة التحكم حلو جدا. ممكن نجربه معاك يا فارس، انجلش بوك للمايك ده كحول هترش على ايدك. ده شغال كده، ادى نسبة هنا 50% كحول والمحرك واقف خالص، ثواني نشوف هنا بيعد النسبة. 40%، اه وهنا المحرك واقف خالص وهنا وبدأ المحرك. البزر يعمل صوت والليد تنور. احنا اول هناخدها يعني في المحرك، المحرك الشاشة فعلا كتبت النسبة، عايزين بقى نشوف المحرك تاني. المحرك واقف عشان نكتشف ان في كحول. اه يعني السيارة هتقف. اي طب يا فارس السيارة هتقف على طول ولا هتيجي يعني ولا هتدي انذارات قبل ما تقف؟ تدي انذارات قبل ما تقف عشان لو في عربيات وراها وكده. يعني انت مخصص ان هي تدي انذارات اي مش هتقف تلقائي، اي دي حاجة عظيمة جدا. طب فارس انت فكرت ان انت مثلا تطور منه او يبقى المشروع يكبر منك او الابتكار يكبر منك ولا وقفت عند هنا بس؟ انا فكرت ان انا اعمل كاميرا برضو احطها في السيارة، اللي هو لو السائق نام تبدأ الكاميرا برضو تدي انذارات كده زي السنسور، ويبدأ المحرك يقف. يعني كمان هنحط كاميرات، طب الكاميرات هتبقى قدامه ولا ازاي؟ قدام متوصلة بالمحركات جوه، اي لو شايفه اللي هو نايم هتبتدي تعمل ايه؟ تدي انذارات والمحرك يقف. اه برضه السيارة تقف بس برضه مش على طول ولا تقف على مش طول؟ على طول اه ازاي بقى تخليها تتحكم اللي هي ما تقفش على طول؟ برمجة. برمجة. حلو جدا يا فارس. فارس هيفضل يدي انذار قد ايه؟ لغاية ما النسبة تروح هنا 20%. لحد لما هو النسبة كده بتقل معاه. أي لكن المحرك وقف على طول، يعني اول لما شاف او ايه بقى اللي بيشم الكحول؟ السنسور ده السنسور. اكيد جربته قبل المسابقة وقبل أي اه جربته على ايه بقى؟ اشتري صفحة
اشتغل كده تاني، الكحول راح. كده اه كده المحرك ابتدى اللي هو يشتغل تاني معانا. طيب فارس، الموضوع ده كلفك قد ايه؟ يعني اتكلف منك ولا لا؟ لا مش كتير اه يعني 500 جنيه كده. 500 جنيه. طيب لما يجي بقى يتنفذ يا فارس، شايف اللي هو عشان يتنفذ صح طبعا تكلفة أكبر، عليك 500 جنيه المحركات زيهم. أكبر، إيه؟ ايوه عشان يطلع بجودة حلوة يبقى 500 جنيه زيهم، عشان السنسور نجيب سنسور اعلى وكده. طب ما هو السنسور ده هينفع في العربية يعني بس احنا يجي من قريب، ده بيجي من قريب، نفس السرعات اعلى، يجي من نسبة ابعد، يعني لو مثلا سواق، طب اللي جنب السواق مثلا هيقدر يجيبه؟ يقدر يجيب. ايوه لو متعاطي مخدرات او كحول. يعني اي حد بعد كده، اي حد محشش مش هيركب العربية ايوه يعني، ممكن فعلا يجيب الناس اللي راكبة كمان في العربية ايوه لو ال، السنسور بيجي من بعيد. والله حلو جدا فارس. طيب انا عايز اعرف منك يعني عشان يتنفذ صح فعلا، إيه نقدر ننفذه على اي نوع عربية ازاي؟ يعني هيختلف بنوع العربية ولا لا؟ على كل يعني مثلا العربية، عربية ربع نقل، عربية نقل كبيرة، عربية ملاكي، كل العربية. تتنفذ على كل العربيات. أيوة طيب ممكن الجهاز ده اصلا يعني، احنا طبعا شفنا اجهزة التحليل، أيوة انت شايف ايه بقى الفرق او ايه العظمة بين ده وبين ده؟ بين ايه وايه؟ يعني بين الجهاز بتاعك وجهاز مثلا التحليل اللي احنا بنحلل للسواق. لا الحق ان هو التاني ده احسن، ده بيكتشف من ريحة البق، تاني تحليل بيبقى احسن. يعني انا بس قصدي الكحول ما حدش يقدر يغطي عليه، يعني مثلا اه هم مثلا ايوه بيشربوا خل وما يحللوا ده بقى، ممكن ان هم يهربوا منه باي مأزق او اي مخرج؟ لا لا مفيش الكلام ده. ايوه طيب انت دلوقتي فارس بتفكر في ايه؟ فكان المشروع بتاعي يتعمم يعني، وشركة كبيرة تشتري مني وكده. عايزين، انا عايزه بعد اذنك اوريهم تاني الموتور شغال اهو، ده تعتبر السياره ماشيه عادي. لو نرش كحول بقى عشان نركز على ال، كده شايف الموتور وقف، والنسبة هنا بقت 40%. ونسبة الكحول 40%. طب ايه، هل يا ترى يا كريس جربت مثلا على دخان السجاير الكلام من ده ولا لا؟ لا هو متبرمج على الكحول. متبرمج على الكحول، يعني انت مبرمج على الكحول بس، أيوة بعد كده بقى هم ممكن يبرمجوه على على اي نوع المخدرات. مخدر او اه اي نوع من، أنا معرفتش أجيب مخدرات منين يعني، اه فبرمجته على الكحول. حلو جدا. هنجيب مخدرات منين؟ لا طبعا. أيوة ترامادول والحاجات دي. طب حلو جدا فارس، علشان الفكرة يعني ان شاء الله تتنفذ صح، احنا قلنا محتاجين دعم ومحتاجين الاجهزة طبعا، يعني كل جهاز هيختلف على نوع العربية صح؟ أيوة اه كده العربية بتدي انذار. لا بجد ما شاء الله عليك يا فارس، حاجة عظيمة جدا. فارس كلمني على رد فعل الناس او رد فعل طبعا موهوبين بتوع محافظة دمياط لما يشوفوك انت كأنك موهوب ومخترع الاختراع العظيم ده، كان رد فعلهم كله قاعد يسألني عملته ازاي وكده يعني، نفس الأسئلة، وعملته ازاي وكلفك قد ايه وكده. شايف في دعم منهم؟ يعني هم بيدعموا فعلا الموهوبين هنا أيوة في دمياط ولا لا؟ أيوة طبعا حقيقي؟ أيوة حلو جدا. طبعا انت اتكرمت في اسكندرية يعني اخدت مركز اول، أيوة احكي لي بقى شعورك ساعتها لما محافظة دمياط اخدت مركز اول. احنا خدناه، واحنا ما عندناش اصلا فصل رواد في دمياط، كان كل المحافظات عندهم الا احنا، هم اللي قالوا انتوا يعني بس. هم اللي قالوا ايه؟ كمل. انتوا يعني ما عندكوش فصل رواد وانجزتوا يعني وخدتوا مركز اول لا جمهورية. طبعا احنا عظمة. ايوه حلو جدا فارس، بتتمنى ايه ان شاء الله؟ المشروع بتاعي يتعمم يعني في مصر كلها والعالم. ان شاء الله فارس، انت اصلا يعني في دراستك متفوق وكده، ايوه طب حلو جدا، يعني نفسك تطلع ايه ان شاء الله؟ دكتور او عالم. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا فارس، وقبل ما اختم معاك عايز اعرف منك يعني مين بيساندك دايما وبيقف معاك؟ بابا يا ماما. لو فعلا واقفين في ضرب بيشجعوك يعني لما اه كده الجهاز بقى خلاص. انا عايز اعرف منك لما انت قلت لهم اللي انت عايز تعمل اختراع زي ده او ابتكار زي ده، قالوا لك ايه؟ يعني ما قالوكش بس يا ابني بس مخدرات ايه اللي انت هتنفذها، ما هي تعرفش كلام لا من ده؟ لا لا قالوا لي ايه الاجهزه اللي انت محتاجها، وجابوها لي من المنصوره. حلو جدا. يعني الاجهزة دي كمان مش موجودة في اي مكان يا فارس؟ لا في المنصوره يعني، انا قعدت ادور لغايه ما لقيتها في المنصوره. حلو هو جدا. ما بيكشفش اللي قاعد قدامه بس، هو بيكشف اللي قاعد قدامه بس، مش بيكشف اللي قاعدين جنبه. يعني الجهاز اللي بقى، يعني انت بتقولي بيتركب في المحرك بتاع السيارة؟ ايوه لا بيكشف السيارة بس.
السائق اللي قدام. السؤال بس حلو جدا. اي فارس تحب تقول حاجة معانا أخيرة؟ اتمنى كل الناس يعني تبقى زيي وتفكر في مشروع وتخش بيه مسابقات وكده. يعني انت دلوقتي بتناشد الشباب اللي في سنك ايوه تقول لهم اللي هم يعني يجروا ورا موهبتهم مثلا؟ ايوه تقول لهم رسم وغناء اي حاجه، مش لازم يعني بحث علمي او تكنولوجيا. برافو عليك يا فارس. يعني موضوع البحث العلمي بدأ معاك من سن كام؟ 14. 14 سنة، يعني بقالك سنتين وما شاء الله اخترعت لنا حاجة عظيمة، ربنا يوفقك يا رب. بس أنا بشكرك. ماي أنا بقى. متابعي منصة أبو كبير ميديا، شفنا مع بعض يعني فارس 15 سنة وبجد فكر فكرة إيجابية، فكرة إزاي اللي إحنا يعني نقدر نمنع حدوث حادث، او يعني الحوادث كترت الايام دي طبعا بسبب شرب المخدرات او المنبهات. فهو كمان عامل نسبة معينة، يعني مش اي نسبة، يعني كمان عمل حساب ادوية الجدول. فدي حاجة عظيمة اللي هو بفكر بالفكرة دي. وكمان يعني عايزة اقول لكم ان هو الاعظم من كده اللي هو ما خلاش السيارة تقف على طول، يعني هتدي تنبيهات، لان طبعا لو وقفت على طول فده اكيد هيحصل حوادث. فابتدى اللي هو يدي تنبيهات اول واشارات فبجد الفكرة عظيمة، انا بحييه عليه. وبحيي طبعا الاهم من كده والده ووالدته، طبعا الاب والام عامل اساسي اللي هم يشجعوا الولد اللي هو فعلا ينفذ فكرته، فكل الشكر والتقدير ليهم طبعا. وبجد ان شاء الله الاختراع ده لو اتنفذ صح اكيد ما يبقاش فيه حوادث تانية. وبكده يبقى وصلنا لختام اللايف بتاعنا، والى اللقاء في لايف جديد ان شاء الله. كانت معكم تيسير خنيني.